إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة قد نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني أن الله لما خلق الناس وخلق الإنسان جعل الأمانة فطرة في قلبه، نزلت في جذر قلبه، ما يستطيع إلا أن يقوم بها. والله تعالى نص على ذلك في القرآن، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأنزلها الله تعالى في جذر قلبه. إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال. قال: ثم علموا الكتاب أو القرآن، ثم علموا السنة، يعني الأمانة كانت سجية وطبعا وفطرة فيهم، ثم بعد ذلك تعلموا القرآن الذي يعلمهم الأمانة، الذي يعلمهم وجوب أداء الأمانة وحملها، ثم تعلموا السنة كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم علمه في السنة كذلك. قال: ثم إنه سيأتي على الناس زمان، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه. هذا الإنسان كان طبيعي ما في شيء، فجأة نام في الليل، في الصباح قبضت الأمانة من قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما بقي فيها إلا أثر الوقت. وأثر الوقت عباد الله، بعض الأماكن حينما يهمل ولا ينظف مدة طويلة اجتمع عليه سواد، هكذا يكون له يعني حجم صغير فوق ذلك المكان، هذا هو أثر الوقت. قال: فيبقى فيه أثر الوقت، يعني أن الأمانة لما تنخرع أو تقبض من قلب ذلك الرجل يبقى من الأمانة شيء يسير، كذلك السواد الذي تراه على سطح بعض الأماكن. قال: ثم ينام النوم فتقبض الأمانة، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة حتى تراها مثل أثري، قال: حتى تراها مثل أثري العمل الذي يكون على اليد حينما تمسك شيئا وتعمل به، فإذا بيدك من الداخل يكون فيها فآفير كما يقال، وهذا يقال في اللغة العربية مثل أثر المجل، المجل حينما تعمل بيدك فتظهر على آثارك، على يدك آثار العمل. قال: فيكون كجمر احرجته على رجلك فتراه منبترا ثم نفر، يعني بذلك الجمر حينما تدحرجه على رجلك إذا بهذا النار الذي يأتي على رجلك كأن فيه أثرا من يعني علاوة، يعني فيه الجلد يكون فيه شيئا من الماء داخل الجلد، وهذا الماء إنما هو منبتر أو منتبه عفوا إلى الأعلى، مرتفع منتبه لكن ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبقى الرجل كأن
لأن فيه أمانة، أن الخارج ترى أن فيه شيئا من الأمانة لكن ليس فيه شيء. قال فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم إن الناس ليتبايعون، يعني يبيع أحدهم من الآخر ويشتري الآخر منه. ثم إن الناس يصبحون فيتبايعون فلا يؤدي أحد إلى أخيه أمانته حتى يقال أن في فلان في بني فلان رجلا أمينا. يعني إذا بالناس كلهم يتبايعون ما أحد يؤدي الأمانة، يقال والله سمعنا أن في تلك القبيلة في ذلك المكان في ذلك السوق تاجر، هذا من التجار الأمناء الذي إذا فعلا مسك أخذ المال أداه إلى أهله بأمانة وصدق، ما أنقص منه ولا خيب شيئا منه. قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. ثم يقول بعد ذلك حذيفة قال ولقد أتى علي عهد، ذلك عهد الصحابة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقاموا بالإسلام قياما تاما وفاء كاملا. قال ولقد أتى علي عهد ما أبالي من بايعت، يعني من بعت منه واشتريت، ما أبالي من بايعت إن كان مسلما رده علي إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، الساعي الذي يأتي على النصارى فيأخذ منهم مثلا الجزية كما يأخذ من المسلمين الزكاة وهي قليلة وقريبة من الزكاة لكن لها مفهوم آخر. فهذا الساعي إذا اشتكيت له أن فلان قد أنقص من حقي ذهب إليه قال الآن تخرج له حقه، فكان الناس كلهم أمناء. ثم يقول حذيفة وأنا في زمني والله لا أبايع فيه إلا فلانا وفلانا وفلانا، عدهم بأصابعه. لذلك بعض الرواة يقول أن حذيفة لما توفي بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بزمن يسير، وفي ذلك الوقت كثر وغلب الكذب على الناس فصار الناس ما يتكلمون للأسف الشديد، وهذا أول ظهور الإسلام في أرجاء الأرض. فالناس دخلوا في الإسلام وما حمل الإسلام لكن دخلوا فيه بالكلام، هذا تعلم كيف يصلي وهذا تعلم الصوم لكن ما تعلم جميع شرائع الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة كان يعلمهم على كل صغيرة وكبيرة في الإسلام، وكما أسلمنا بأن الله تعالى جعل لك هذا الدين حتى يقوم بين الناس بالعدل، حتى لما إذا تبايع الناس بين بعضهم وتزاوروا وتصاهروا وتعاملوا يأمن الإنسان أخاه على نفسه. أنا مستعد في يوم من الأيام زوجتي أؤمنها برجل غريب لأني يعني أعرف أنه أمين وهي أخص الناس بي. فكانوا في وقت على هذه الحال ثم انتشر الإسلام وما فقهوا منه إلا كما فقه بعض الناس في هذا العصر، الصوم والصلاة وشيء من الزكاة إذا دفعها. لذلك عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عباد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جابر، طبعا توفي والده في غزوة أحد، وهذا جابر رضي الله عنه وأرضاه كان صغيرا في ذلك السن، وكان أباه قد خلف عليه إخوة ستة من البنات، وكان لديه أم وهو صغير في العمر وما مارس التجارة، وكان على أبيه دين، يعني كل هذه اجتمعت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فروى البخاري أنه لما حل جذاب النخل يعني ظهر التمر وبدأ جابر رضي الله عنه يجذب النخل وأنزل التمر ووضعه في صناديق ووزعه يعني تركه في أرضه، إذا بأولئك التجار يجتمعون على جابر يريدون الدين الذي كان لأبيه عليه. جابر رضي الله عنه صغير وقدوة الناس هو رسول الله العالم المعلم، ذهب إليه جابر وقال يا رسول الله إن الناس قد اجتمعوا عليه. فإذا بجابر أخبره أن والدي قد مات وترك أولاد أو بنات ستة صغارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فمشى معه. فلما دخل إلى ذلك المكان قال أغرى الغرماء به، الغرماء كانوا أكثرهم من اليهود
وكان فيه بعض العرب وبعض الصحابة، لكن الأكثر هؤلاء صاروا يغرون بهذا المال. بعضهم مثل كأن يقول يعني بعضهم أنه هذا المال ما يكفينا، أو هذا التمر ما يكفي واحد منا، عندما بدك توفي دين وهذا كله ما يكفيني، أنا أطلب أكثر من ذلك. قال فأغرى به التجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قال اجمع كل بيدرين على طرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقسمه جابر، جعل مثلا كما يقال في العبارة المعاصرة 100 كيلو هنا و 100 كيلو هنا و 50 كيلو هنا، فبيدره وقسمه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أكبر البيادر تمرا، فطاف حوله ثم جلس عليه حتى يباركه بجلوسه، ثم قال ادعوا أصدقائك. فدعا أولئك الناس، فلما نادوا إليه كم تريد؟ كذا وكذا من الكيل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكيل بيده الشريفة لذلك البيدر، ووضعه في ذلك عند ذلك الرجل حتى فرغ منه. أتى الثاني والثالث والرابع حتى فرغ من جميع الغرماء، فإذا به جابر يقول والله كنت أرضى أن أرجع إلى أهلي وليس معي تمرة، لكن أن يكفي الله تعالى بذلك ديني. يعني جابر كان يرغب ويرضى ويقول إن وفى هذا الدين والله أنا راضي أن أرجع عند أهلي وما عندي تمرة من الموسم، لكن لما رأى ذلك قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكيل لهم من ذلك التمر، قال فوالله إني لأراه ما نقص منه شيء، وذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة التي رواها البخاري، ما نقص من ذلك التمر شيء. هذا الحديث عباد الله هو كأنه عنوان أمامنا، كلنا صاحب دين، ما في إنسان على وجه هذه البسيطة إلا وله عليه، يطالبه الناس ويطالب الناس. فهذا من العناوين العريضة. أول جابر كان يستطيع أن يقول لهم، يقفل الباب يقول لهم سأؤجل دينكم إلى العام القادم أو العام الذي بعده، مثل ما يقول بعض العوام أعلى ما بفيلك ركبوا. كان يستطيع جابر رضي الله عنه أن يقول ليس لكم عندي شيء، ذاك والدي ومات وأنا ليس لي، لا أحمل همه. كان يستطيع أن يقول لهم جابر سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي دين، كان له 1000 حجة وحجة، لكن الأمانة حملته إلى أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في ذلك ووكله في ذلك، فبارك الله تعالى له في ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ما تخاف، أنت دخلت في تجارة رأيتها تعثرت لا تخاف، سيؤدي الله عنك ما دام أن النية سليمة. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وإتلافها هو نوع من أنواع ترك الأمان. أنا مجرد ما أستلم من أخي 1000 دولار وأنا أنوي أنه خلص بعدين الله ييسرها وأنا أذهب، إما أن أصرفها على ملذاتي أو أني أضعها في تجارة خاسرة ما أحسبها، ليش؟ لأنه ليس المال مالي. قال ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله كما قال بعض العلماء أتلفه بكثرة الدين، أو أتلفه بكثرة الأمراض، أو أتلفه بكثرة الحساد والحقاد وأولئك الناس الذي من الأعداء الذين يريدون به كيدا، أتلفه الله، ما يمشي في مكان إلا وهو مهموم مهموم. ذلك عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة وهو السيد الذي لو فعل شيئا كان ذلك حجة على الناس، لما دخل الكعبة أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن أبي شيبة، فتح الكعبة ودخل، فقال له علي يا رسول الله اجعل لنا السقاية والحجابة، حجابة الكعبة مفتاح الكعبة وسقاية ماء زمزم. معلوم لديكم أن بني هاشم كانت لديهم سقاية المسجد الحرام، قال اجعل لنا السقاية والحجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عثمان فقال، فدفع إليه المفتاح قال خذه لا ينزعه، قال خذه خالدا مخلدا، وفي رواية خالدة مخلدة تالدة أو خالدة تالدة، لا ينزعها منك إلا ظالم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الكعبة وهو يقرأ قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال وما سمعت هذه الآية من قبل.
كان بعض المفسرين يحتج بهذا على أن سبب نزول هذه الآية في هذه القصة لما أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن شيبة، معناها أمنه على ذلك، أنا ما أعطيك مفتاح بيتي إلا إذا أمنتك على ذلك، وهم كانوا قد توارثوا مفتاح الكعبة. فلو فرضنا أنك أردت بي سوءا ما تأخذ مفتاح بيتي ثم تغدرني بعد ذلك أبدا، تأتي إليك تقول لي لك لي عليك دين، أعطيني بيتك، أعطيني سيارتك، أعطيني شيئا من عندك، مش تأخذ المفتاح وتمشي بالسيارة، تغدرني بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا من باب الأمانة، أخذها ولو أنه وضعها في يد من وضعها لكانت حجة إلى يوم القيامة، وكانت حجة لنا، وكان فعله هو السنة. مع ذلك قال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم، لا ينزعها منكم إلا ظالم، وخذوها بني شيبة. وأنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. سن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ التجارة من مكة إلى الشام، وهو أبو العاص زوج زينب غير علي بن أبي طالب. أبو العاص ما أسلم، أسلم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت زينب وذهبت سافرت معه إلى المدينة، وبقي أبو العاص في مكة، ثم أسلم بعد ذلك، أو أنه أخذ تجارة من قريش وذهب بها إلى الشام، فلما تاجر بها واشترى بها بضاعة لأهل مكة هو وراجع، هو كان يرجع، فبدل أن يمر على مكة ذهب إلى المدينة وأعلن إسلامه. فقيل له من بعض الناس، قال الحمد لله تجارة قريش بيدك، قريش أصلا سبقين علينا كثير، أخذوا بيوتنا وأموالنا ودورنا، ما أعطونا شيئا، فأنت لو أبقيت هذه التجارة عندك، وهذا منطق، يعني بعض الناس يقول أن هذا منطق وليس شرعي، لكن لو أنك أبقيت هذا المال وفرقته في من فاته ماله في مكة. فقال له أبو العاص لساته اليوم قد أسلم، يعني لسه ما تعلم الإسلام كما تربينا عليه نحن وكما تعلمناه نحن، قال بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي، بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. فكثرته زينب قالت يذهب إلى مكة ويرجع، فذهب فأدى الأمانة إلى أهل مكة ثم رجع وأعلن إسلامهم بعد ذلك. عباد الله، الكلام في الأمانة كلام كثير وطويل، لكن أختصره بنقاط سريعة حتى لا أطيل عليكم. الأمانة ليست فقط في حمل الشيء وأدائه، الإسلام أمانة في قلبك، الزوجة أمانة عندك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخذتموهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء، وهذه خطبة وداع. إذا جاء الرجل واستشارك قال لك والله بدي اسألك سؤال، شو رأيك لو أني فعلت كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، لا تعرف لا تتكلم، مثل ما بيقول عنا لا تتفلسف عليه، ولا تظهر له أنك تعرف كل شيء، المستشار مؤتمن. وفي حديث آخر، لو أن أحدكم أشار على أخيه بشيء وهو يعلم غيره فقد خان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه بسند حسن. يعني أنت الآن تاجر مثلا من تجار، لو افترضنا مثلا البراء أو السجاد أو الحيطان أو أي شيء، وجاء إنسان يريد أن يضارب عليك في السوق، فأنت لك نصحته بشيء حتى تبعده عن هذا الباب، لا تشتغل بهذا النوع، اشتغل بهذا النوع، ليش؟ حتى تبقى مفيدا لتجارتك، كنته عند ذلك، ولعل الله تعالى أن يقسم إلا أن يرحمك الله، لعل الله أن ينتقم منك، لأنك كنت قد خنت الأمانة. كذلك الأمر عباد الله، من توظف وظيفة لا بد أن يؤدي الذي عليه، لا يكون في هذه الوظيفة والله أنه نحن في بلاد مثلا ليست مسلمة وهذه الأموال عامة وأموال سائبة، أبدا ما يقال في مثل هذا لا في بلاد إسلامية ولا في بلاد غير إسلامية. إذا استلمت وظيفة فلا بد لك أن تؤدي هذه الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، قال يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا أن أداها بحقها ووفى الذي عليه فيها. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حتى عن الأموال العامة المسلمين وغير المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمله منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وهذه من الأمور التي يتساهل فيها الناس، أموال دولة أو ليست
مالا لأحد أو أموال عامة أو هي من حقنا جميعا. ما دام أنك دخلت إلى بلدي لديه قانون وبايعت الناس على هذا القانون، توافقت على هذا القانون، دخلت على بلد تلتزم بهذا القانون إلا إذا كان شيئا يطعن في دينك، هذا أمر آخر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. أستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ما أدخل يوسف عليه السلام السجن إلا جماله. ما يظن واحد أن قوته وجباله وعضلاته هي اللي بتخليه ما شاء الله يسيطر ويشتغل ويمشي. ما أدخل يوسف عليه السلام السجن إلا الجمال، وما أخرجه من السجن إلا العلم. ما أخرجه من سجنه إلا علم، وما مكنه من البلاد إلا أمانته. فلذلك العلم والأمانة مقدمة على كل شيء. لذلك لما موسى عليه السلام رب العالمين قال وألقيت عليك محبة مني ما رآه أحد إلا أحبه. امرأة فرعون أول ما رأت موسى أحبته مباشرة، قرة عيني ولك فلا تقتلوا. لكن لما رأته بنت شعيب وهي الفتاة التي تعلم مع علم الرجال كما يقال، ليش؟ لأنها كانت تعمل وتخرج من البيت قد بلغت مبلغا جيدا. ماذا قالت لأبيها؟ ما قالت له والله من أول ما شفت حبيته، ولا قالت له ما شاء الله فيه وسام فيه قوة فيه كذا، إن قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. أول ما أشارت إليه قوته في العمل وأمانته في أداء ذلك العمل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وكان جالسا يحدث الناس، فقال متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استمر في حديثه، فبعض الصحابة قال ما أعجبه، بعض الصحابة قال ما سمع. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال له وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني تجي لعند إنسان بتقول له ما شاء الله أنت شيخ، يوم ما بيتزل حاله ما شاء الله لك وكذا، والآن كل الناس ملتحين وكل الناس على رؤوسنا وعيوننا، لكن كل واحد له اختصاص. تقول له أنت شيخ إيه تفضل، ما حكم كذا؟ يقوم يفتيه مباشرة على الطاير. وذاك الرجل المسكين خلص أخذ الفتوى، أخذتها من عالم، وإذا به بعد ذلك يحاجج فيها الناس ويأتيه كبار المشايخ يكلمونه في ذلك. أبدا أنا أخذ فتوى من شيخ. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. للأسف الشديد الآن هذه هي المطية التي يلتقيها كثير من الناس من غير أن يتدرجوا في العلم الشرعي. لذلك رب العالمين ذكر هذا في القرآن الكريم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عباد الله، بعض الناس، وأختم بهذا في حديثي، بعض الناس يظن بأنه إذا استطاع أن يبيع ويشتري ويكسب الأرباح يمينا وشمالا من غير أن يعلم أحد، وهذا شطارة. أكثر من ذلك، بعض الناس يظن بأن خيانة الأمانة شطارة، أن والله أنا قدرت أخذ منه 100,000 ولا 50,000. لكن بعض الناس يظن أن هذا من باب الشطارة وأن هذا مباح، وكل هذا سحت وحرام تؤكل به أولادك ونفسك. إذا جاء إنسان إليك وقال لك هذه 100,000 شغلها معك مثلا أنت تاجر تأتي بالبضاعة أو أي شيء، اتفقت معه على أن الأرباح 30% له وأنت ربحت 100,000، يجب أن تؤدي 30% كما يقال عدا وأخذا ولو كانت باستنساخ. بعض الناس يصير بقى يقصر، يقول هو ما يعلم كم الأرباح والفواتير غير المبيعات في السوق والكاش أخذناه ما دفعنا عليه التاكس، فإذا بك تعطيه حسب ما تريه إياه 30% وتأخذ أنت ربما 80% أو ما تكون قد أعطيته إلا 20%. هذه أمانة ولا يبارك للإنسان في مثل ذلك. هذا فضل عن إنسان أخذ المال وما أداه، هذا إنسان آخر، هذا بعض الناس يظنها شطارة. بالمقابل لو أن إنسانا صنع به هكذا ثم استطاع
ان يظهر على اخيه بماله. يعني واحد نصب عليه وجيت انا بعدين قدرت انه اخذ منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما انك اخذته امانه، النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن ان تكون امانه، يقول لك ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه اخلاق المسلمين، تاخذ منه امانه فترجع لها بعدين تتحاصص انت وياه عن الذي بينكما. اما ان تاخذه امانه ثم تقول هذه بتلك فهذه مما لا يرضاه الشارع. نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من عباده المتقين المؤمنين المستبصرين. اللهم اصل لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واهدنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا في الدنيا على الايمان حتى نلقاك وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاه.